قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد مصطفى سلاب لإكسترا نيوز، قال إن الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة كان مثمرا للغاية وتناول خطط عمل السنوات الثلاث القادمة، مضيفا أن حل المشكلات التي تواجه الصناعة حاليا وتطوير المدن الصناعية هو أحد أبرز خطط برنامج عمل الحكومة. وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه تمت مناقشة ملف المصانع المتعثرة، حيث وعد وزير الصناعة بتشكيل لجان لبحث مشكلات تلك المصانع وحلها. البيان للسادة الوزراء كان فيه تفاصيل كتير، الخطة اللي هي الثلاث سنين القادمة، ايه المستهدفات، ايه المعوقات اللي كانت موجودة وازاي هيحلوها. فبصراحة يعني السادة الوزراء استفادوا في كل المقترحات في الخطة بتاعتهم، وكمان ردوا على كل الأسئلة الخاصة بالسادة النواب، فده كان حاجة مميزة جدا. وإن شاء الله يعني هي خطة يعني تقدر إن هي تتنفذ فعلا، وإن هي تكون على أرض الواقع وتحقق فعلا التنمية المستدامة المطلوبة من الصناعة. ملف المصانع المتعثرة بقاله فترة طويلة وبنتكلم فيه، معالي الوزير اتكلم فيه وإن هو وعد إن كل المصانع إن هيتعمل زي لجنة ويشوف إيه مشاكل المصنعين المتعثرين، وان هو هيحاول ان هو يحل كل الازمات اللي تخصهم، لان احنا يعني في مصانع بتبقى متعثره بسبب مديونات حكوميه، في بسبب المديونات بنكيه او محتاجه فلوس، وفي مصانع بتبقى دخلت صناعات معينه من الصناعات ديت غير يعني ممكن ما عادتش موجودة دلوقتي أو خلاص يعني بقت مش مطلوبة دلوقتي، وفي مصانع أخرى بيبقى في مشاكل يعني مشاكل عائلية أو في مشاكل ما بين الشرك. فطبعا الجزئين الأولانيين اللي هي بتاعة التمويل أو بتاعة المديونات الحكومية، ده في إيد معالي الوزير إن هو النهاردة يقدر يقعد معاهم ويشوف إيه الحاجات ديت ونعمل ويبقى في مقترحات. وبصراحة يعني هيبقى في تعاون في الفترة القادمة مع يعني معالي الوزير ولجنة الصناعة في إن احنا يعني نتعاون مع بعض، لو في حاجة محتاجة تشريع أكيد هنكون معاه ونحاول نخلصها على طول.